يعني كنشوفوا حنا هذه الوضعيه الكارثيه، الاسوار مراكش التاريخيه، اسوار مراكش اللي عندها تاريخ، اللي هي جزء من التراث اللامادي ديالنا، اللي كانت الوصايا الملكيه ديالنا اننا نحافظوا عليه ونتمنوه. التراث اللامادي اللي كيفتقروا ليه العديد من الدول واللي كيقلبوا عليه واللي كيحاولوا يسرقوه، حنا تراثنا حدانا كيريب. علاش؟ ما تقوليش ضعف امكانيات. الا حسبنا الميزانيات اللي تصرفات على هذا الصرف، تصرفات المجالس المتعاقبه المجالس الحاليه، غلقوا ميزانيه كافيه تبني لنا سور الصين العظيم وقيل اكثر. يعني حنا كيفاش غنقولوا مراكش مدينه سياحيه؟ هذا السياح عندنا شنو غادي يجيو يشوفوا؟ باش شنو حنا غادي نستقطبوه؟ حنا الاسوار كنشوفوهم في ميزانيه المجالس، كنشوفوا تاسيس الشركات هذه، تاسيس هذه، المصطلحات كثروا عندنا، حاضره متجدده، شركه بنت الاسوار اللي دابا نتا هو تانك بلون كتاشنا هو مصايب هنايا. علاش هاد الاسوار ديالنا غادي يبقاو هكا؟ الله اعلم. نخليهم حنا تيريبوا، كيشكلوا حتى خطوره يعني بزاف د البلايص. مثلا هذه كان نموذج الا شتي راه وحدها تقدر تريب عليك، وسبق الوفيات نتيجه هذا الشيء. اسوار بقات على شكل مراحيض عموميه، الاصل انعدام المراحيض. ما عرفتش حنا كي غنديروا هاد التظاهرات الدوليه هادو، وحنا ما عندناش مراحيض. مراكش اللي هي مدينه التظاهرات الدوليه، اللي كنشوفوا الاكتظاظ اللي في المطار. ولكن هاد الناس اللي كيجيو شحال نسبه فيهم اللي كتعاود ترجع؟ راه اللي جا غيشوف ماشي داكشي اللي سمع. اذن وانت غادي يفيقوا معنا هاد الناس؟ الله اعلم. علاش؟ الله اعلم.